هي 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالعاصمة إنجمينا كانت مدرجة في جدول برنامج زيارة وزيرة الطاقة دوغونا باغاسي ريراجيم إلى هذه المحطات بهدف أخذ زمام الأمور والمبادرة لسبق فصل الصيف لمعالجة كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركة الوطنية للكهرباء، حيث رافقها في هذه الجولة التي شملت المحطة الرئيسية للكهرباء بهارة جنب البحر المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء رمضان إردوغو، وكذا المحطة الفرعية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بحي قاسي والتي يقدر إنتاجها ب14.5 ميجاوات، والمحطة الفرعية بهارة فرشة رقم 2 التي تقوم بتشغيل 4 مولدات كهربائية والتي يصل إنتاجها إلى أكثر من 60 ميجاوات. إن هذه المعلومات وردت أثناء الشروحات والإيضاحات التي استمعت إليها وزيرة الطاقة من طرف الفنيين والخبراء. تفضل لنا اللي شعر ولا شعرين كين وصلوا في وقت الوتد يبقى حامي مرة واي فيشان وقت دنا زيدورو إلكتريسيتي مرة واي وما قا يلقو دوبس أنين جينا نشوفو في بكان سوسيتي را شنو مشاكلهم جينا قابلنام في دا هم كل ما قا ينومو جابوا ناس قا يخدمو أنين كل نشوفها لنقدر نسوه فشان كلام إلكتريسيتي ده بريمي مينيسر والبريزيدان كل كلام ده قايلهم في قلبهم. مطمئنة المواطنين أن السياسات الحالية التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد تدخل في إطار إيجاد الحلول السريعة للتعامل مع أزمة الطاقة بشكل عام عبر دفع الفواتير المتأخرة لشركائها وجلب قطع القيار لجميع المولدات الكهربائية المؤطلة.